الله يبارك يعني بيضت وجوهنا ورفعت رؤوسنا. اللهم لك الحمد. مشتاقين لهذا النصر من زمان. الحمد لله. الحمد لله رفعت معنوياتنا اليوم. وأنا قبل ما أجي على المباراة حكى معي سمو الأمير علي بن الحسين بنقل تحياتي لكم وتهاني، وقال هم بدعوا في المباراة السابقة فمهما بذلوا اليوم من جهد إن شاء الله نكون دائما أنتوا عند حسن ظن سمو الأمير وعند حسن ظن شعبنا. الله يعطيكم العافية، بدعتم ورفعتم.